ميسات. بشكرك جدا. معانا تليفون تاني. الو، حضرتك استاذ اسد؟ ايوه، انت معانا على الهوا، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ينفع اتكلم على الصابونه؟ الصوت، اتفضلي الصابونه سامعك. ازي حضرتك الصابونه؟ اهلا وسهلا. كويس، وحضرتك عامل ايه؟ مشكور الله. طب عرفيها بنفسك، زمايلي الاسم ديفيد وايتن. ديفيد وايتن دول اولاد مدام الفت. ايتن ازيك؟ كويسه، عامله ايه مامي؟ يا رب مامي بشكرك، ازيك؟ مش بتشوفوا مامي غالبا فاتصلت بيها على الهوا ولا ايه؟ ازيك يا ايتن؟ مامي. نعم؟ عايزين نقول لحضرتك انا وحضرتك طيبه يا مامي. شكرا ديفيد، شكرا ايتن، وشكرا لفريق العمل، بشكركم جدا بجد، دي احلى معايده، انا بشكركم جدا. ودي هديه مننا يا ماما. ميرسي يا حبيبتي، انا بشكركم وميرسي جدا، وانا على الهوا بعتذر لك ان ما كنتش في عيد ميلادك يوم الجمعه اللي فاتت عشان كان عندي شغل، يعني انا بعتذر بس هعوض. كل سنه وانتم طيبين، وميرسي جدا، شكرا لهادي وشكرا لفريق الاعداد، بشكركم جدا. طيبه، لفته لطيفه من ديفيد. بتسموها اكيد كنت موافق على كده، يعني قبل ما اطلع على اطلع الهوا على طول قالوا لي هيحصل ده، قلت لهم اه طبعا ممكن يعني. اشكركم جدا وبجد اسعدتوني بالاتصال ده، وميرسي لكل فريق العمل، شكرا جدا، بشكركم. ربنا يخليهم لك يا رب. مش تيبونا، ربنا يخليك، وكل سنه وكل ام بتسمعنا النهارده بخير. وتسيبونا هرجع للمرأة في الكتاب المقدس. الحقيقه انه في اصوات كتير